هاد الوقفة الاحتجاجية الرمزية تأتي بعد استنفاد جميع يعني جميع الحوارات، يعني استنفاد جميع الترافح حول الحي والمطالب لتبليغ المطالب الاجتماعية وخدمة المرفق العمومي وخدمة العرض التربوي والمدرسة العمومية، يعني توسيع العرض التربوي والعرض الصحي. وهناك مشكل كبير جدا في حي البساتين اللي هو المقبرة، ساكنة البساتين تطالب بمقبرة لدفن الموتى، حينما نعلم أن المقبرة الوحيدة غلقت أبوابها منذ 1994. إذن المقبرة ثم الملاعب الرياضية. إذا علمنا أن حي البساتين لا يتوفر على أي ملعب رياضي أو ملعب للقرب، وأحياء أخرى مجاورة بها 9 ملاعب و8 ملاعب، إذن ساكنة البساتين نريد فضاءات للعب الأطفال، للعب الشباب لكي لا ينحرف، لكي لا تكون الأمور المخدرات هي سيدة الميدان. نريد بنية تحتية سليمة، نريد إنارة عمومية سليمة أيضا، لأن الظلام الدامس يخيم على البساتين خاصة في الطرقات الرئيسية. ونريد كذلك إذا البنية التحتية تكون سليمة، خاصة شارع السعديين فالكل تعرف الحالة الحرجة ديالو، وتشوير أيضا تشوير قرب المدارس العمومية لتفادي الحوادث لا قدر الله وهي كثيرة. فاليوم كنشارك الإخوة اللي جاوا أنهم كيناضلوا على بعض المتطلبات اللي مهضومة في حي البساتين، واللي غادي نبداو منها. أول مطلب أننا ما كنتوفروش على مقبرة في هذا الحي اللي كتبلغ النسبة ديالو 10,000 نسمة، وما كتوفرش على مقبرة، وما كيتوفر على مستوصف واحد، وما كيتوفرش على مدارس، وما كيتوفرش على ملاعب. وهذا الشيء اللي طالت فيه الخروقات اللي حي البساتين هذه تقريبا 14 سنة وهو حابس، يعني هو معرض للخروقات. فهذا الشيء عيب وعار على اننا كمواطنين اللي الحقوق ديالنا مهضومه، اننا ما كنتوفروش على مقبره لحق مطلبي اللي قريب، ان المواطن اللي في حي البساتين قريب الناس تدفن ولادها في حي في ديورها، ما كنتوفروش على التلوزين اللي كنا كنمشيو له ديال الحي وزين السيما، المقبره ديالهم تسدات. زيد النسمه اللي عندهم هما واش غتكفي 10,000 يهز 10,000 نسمه اخرى؟ القصبه نفس الشيء. فقريب ان الموتى ديالنا غادي نبقاو ندفنوهم في حدانا. المارشيات مسدودين لعده سنوات، 4 ديال الاسواق نموذجيه من 2017 وواحد تبنى في 2019 اللي هز واحد الكم هائل ديال الباعه المتجولين، انهم مارسوا علينا واحد السياسه اللي ما عرفناهاش شنو هي. هانتوما كما كتشوفوا ان الاسواق مغلوقه وحنا كنعانيو، والفراشه كيعانيو في الازقه وتيعانيو في الشتاء وفي البرد وفي الرعد. الملاعب القرب ما عندناش، مع العلم اننا كنعلموا بان حي البساتين ما يزيد فيه ما عرف شحال من هكتار اللي كلها استغلت سوى في البناء، لان هاد الناس عندهم واحد السياسه ديال الربح، ما عندوش سياسه ديال حب الوطن ولا حب الحي ولا مرافق اجتماعيه ولا دور شباب ولا يشوف الشباب ديالو شنو غيكون. ما تيهموش هادشي، لان هذا مثلا باش يدير مقبره او يدير مرافق اجتماعيه ما عندوش فيها المدخول. هاد الوقفه جات لتعلن بان الوضع في حي البساتين لم يعد يحتمل التاجيل او السكوت عنه. فبعد محاولات لفتح حوار مع السلطات المحليه لايجاد حل فوري للتهميش الكلي الذي يعيش حي البساتين من فقدان البنيه التحتيه الكليه، عدم الاناره، الحفار، طرقات المهترئه، وغياب مقبره اللي تعتبر من ابسط حقوق المسلم باش ندفنوا الموتى ديالنا. فمن 1994 والمقبره مغلقه، ما كاينش هناك مقبره في حي البساتين الذي يفوق تعداد السكان اكثر من 80,000 ساكنه. هناك غياب الملاعب القرب، ما كاينش ولو ملعب قرب في داخل البساتين، مع العلم بان الشباب ديالنا فين غادي يمشي يزور الرياضه، فين غيكون المتنفس ديالو. فلا يعقل في 2022 والرياضه كنخصوا عليها الملايير
وما حقناش انجازات فاش ما يكونش ملعب القرب في حي البساتين. فما عندناش مستوصف صغير لا يلبي حاجات بسيطه ديال ساكنه البساتين. غياب ليسي ثانويه تاهيليه مواصفات ديال ليسي، ان واحد ليسي كلشي كيعرف كيفاش داير. فنطالبوا بانه البنيه التحتيه التربويه تعاود فيها النظر، البنيه التحتيه الصحيه تعاود فيها النظر، البنيه التحتيه ديال الشبابيه تعاود فيها النظر، مقبره مطلب بوليح، البنيه التحتيه من الاناره هناك اكثر من 500 مصباح في البساتين وحصيات ما خداماش. فلا يعقل باش هاد المطالب اللي هي مطالب بسيطه ما تحققش في هاد الساكنه ديال الحي البساتين اللي هو من اعرق الاحياء في مدينه مكناس. فبعد تواصلنا مع السيد الباشا، تواصلنا مع السلطات، كان حوار، كان وعود، وحنا مشينا في هذا المسار ديال الحوار، ولكن هناك وعود لم تترجم على ارض الواقع، هناك وعود ما عرفش غير لاسكات الصوت ديالنا، ولكن حنا في هذه الوقفه هذه اليوم كنعنوها مره اخرى بان الوعد لم يعود يحتمل، وحنا في ساكنه البساتين هذه بدايه ديال العمل ديالنا وديال النضال ديالنا من اجل تحقيق هاد المطالب البسيطه، كنا البسيطه اللي كيطلبها المواطن العادي. وفعلا الا درنا في حي البساتين كتلقى محروم من جميع بما فيه البنيه التحتيه. كاين واحد الحاجه اللي حرام ولينا نهضروا عليها في المجلس هي ديال الاناره العموميه. عيب وعار اننا في مجلس نطلعوا باش نناقشوا بوله وحفره وداك الشيء، هاد المجالس كتطلع باش تهضر على برنامج المدينه، برنامج عمل المدينه باش تزيد بالمدينه القدام، باش تجيب استثمارات للمدينه، ماشي باش. وبالتالي حي البساتين كيعاني من هذا الشيء، الاناره ما كايناش كباقي الاحياء في مدينه مكناس، ما كاينش شي حي في مدينه مكناس فعلا مثلا غير الاناره. كاين المستوصف ما كافيش، يعني داك الشيء انا اظن بان الساكنه ديال البساتين كتوصل ل 90,000 نسمه، وبالتالي مستوصف بداك الحجم ما كيجاوبش على المشاكل. ندوزو للتعليم، الاقتضاد اللي كتشهدوا المؤسسات التعليميه، يعني خاص مؤسسه اخرى باش تجاوب على هذه المشاكل. النقل كاين في البساتين، نعطي غير مثال ماشي للحصر، هو الطلبه اللي كيدرسوا في الجامعات يعني في الكليات، لا كليه العلوم ولا كليه الادب ولا كليه الحقوق والعلوم الاقتصاديه، يعني بعيده على البساتين ما كيلقاوش ترونسبور، الحافلات ما كاينش، حتى الا كانوا الحافلات يعني ما صالحينش يعني باش يركبوا فيهم وليداتنا الطلبه والتلاميذ. وبالتالي فعلا انا كنختم بان هذا الاحتجاج اليوم ما هو الا ناقوس كيدقوا للمسؤولين بما فيهم المجلس البلدي بالدرجه الاولى، خصو يتحمل مسؤوليته باش يجاوب على هذه المشاكل كامله ديال الساكنه المكناسيه والساكنه البساتين بالخصوص.